نود أن أستغل هذه الفرصة في تواجدكم جميعا في هذه الغرفة بشكركم أيضا، وشكر كل المشاركين والعاملين على والذين عملوا وسهروا على إنجاح هذا الموضوع، ونشكركم نحن كمنظمين على حضوركم أيضا في هذا المؤتمر. ولكن كما تعرفون فهذا هو مؤتمر الأول ويكند دابا في ويكند دابا الذي نعتمد فيه على النظام الحضوري وأونلاين، وإن شاء الله نتمنى أن نكون ناجحين ونحن نتعلم. وكما ذكرت أود أن أشكر الجميع الذين حضروا وساهموا في إنجاح هذا المؤتمر، وأيضا على مساهماتكم. وكان رغم أنه كان كان رغم أن هذا المؤتمر كان تحديا بالنسبة لنا فيما يخص بالتأشيرات، ولكن فقد قمنا بكل ما كنا نستطيعه ما كنا نستطيع تقديمه، وشكرا لكم. شكرا. وأيضا كما ترون أيضا أود أن أعتذر للذين الذين لم يحضروا حضوريا إلى هذا المؤتمر، لأنه كانت هناك تحديات في المجال التقني، ورغم ذلك فقد قمنا بتسجيل كل المحاضرات والكلمات، وستكون أيضا متاحة على اليوتيوب، وقد تكون متاحة ومتوفرة في شهر من الآن. فقد قمنا بتوثيق كل شيء، وقد كان كل شيء مهم جدا، ومن المهم جدا توثيق كل هذا في ويكند دابا. ولكي أعطيكم الفكرة، فقد سجل حوالي 400 شخص أسماءهم، ولكن الكثير منهم لم يتوفقوا في الحضور لأسباب شخصية أو أسباب أخرى، بما فيها أسباب التأشيرات وأيضا أسباب أخرى، ولكنهم حضروا أونلاين. وأيضا أود أن أعتذر للجميع في حالة كانت أخطاء تقنية، وليس لدي الكثير من الكلمات للتعبير على كل ما يختلجني من أحاسيس، ولكن وسأطلب من بوبي أن يتحدث إذا كانت لديه ليست لدي كلمات كثيرة، ولكن أريد أن أشكر الجميع الذين حضروا، وأريد أن أشكرك أنت بالضبط أنس على هذا التنظيم الرائع. والزملاء أنس كانوا مهتمين جيدا بالتفاصيل، وأريد أن أقول لك لا يجب عليك أن تقلق بشأن تفاصيل، ولكن نعرف أن هناك الكثير من الناس قد سجلوا أسماءهم، وأيضا مشاكل الفيزا ومشاكل الطيران، كل هذا كان لا يجب أن نذهب في أن نتفاصل في جميع هذه التفاصيل، ولكن أريد أن أشكركم جزيلا على كل ما قمتم هذا العمل الجبار الذي قمتم به. شكرا جزيلا. سأكون مختصرة. لقد قمت بدأت بالحضور المؤتمرات وندوات في ويكند دابا قبل أن أكون في المجلس، وتقريبا هذه المرة الثالثة التي أحضر فيها. وأود أولا أن أعبر لكم عن امتناني عن تنظيم هذا العمل الجبار الذي قمتم به، وأنكم اهتممتم بالتفاصيل وبكل شيء، وهناك الكثير من الأمور التي يجب أن نتعلمها، ولكن قمتم بعمل جبار، وحاولتم أن تعملوا جيدين على كل هذا. وأريد أن أقول أمرين اثنين، وهو أنني أشعر أنني
أنه من المهم أنني حضرت حضوريا في هذا الويكند في هذا، رغم أن كانت هناك، وأيضا أن نتحدث عن بعض التحديات التي قد تواجهنا في المستقبل، وأيضا من أجل تنمية مجتمعاتنا، وأنه يجب أن تتضافر الجهود جميعا، وأن نأمل بأن وأن نتأكد بأننا نقوم بكل ما نستطيع من أجل تنمية وتطوير هذه المجموعات والمجتمعات والحركات أيضا. وأريد أن أقول لكم أيضا بأنكم قمتم بعمل جبار جميعا، وأيضا مدى استفادتكم الكبير من الوقت في التعلم. والشيء الأخير الذي أريد أن أقوله هو أنه كانت هناك أسئلة عن حول ماهية المجتمعات التي كانت تقوم بالأفضل، ولكن ما يجب، ما أريد أن أقوله أنه أن السؤال الذي يجب أن يطرح هو ماذا يجب علينا أن نفعل من أجل تطوير هذه المجتمعات، وليس من هو المجتمع الأفضل، ولكن ما هي الأمور التي يجب أن نقوم بها من أجل والانفتاح من أجل الأمور الأخرى ومناقشتها، وأيضا الاختلافات والتعاون. وأعرف أن الكثير منكم قد حضروا الاحتفالات بالأمس، وكان ذلك رائعا، وأشكركم. وأظن أنه يجب أن يكون لدينا الآن وقتا للتواصل قبل أن نغادر، ويجب أن نجتمع ونتواصل ونتعارف أيضا، ولأن الكثير منكم سيغادرون، وأود أن أشكركم وأشكر الفريق أيضا. سأعطيكم بعض المعلومات اللوجستيكية أيضا، وأريد أن أشكركم أيضا وأشكر كل العاملين الذين وضعوا أسماءهم هنا. لدينا مخطط ولدينا خطة رائعة في هذا المساء، وأخيرا لدينا وقت متاح ومتوفر سنستمتع به. لا، لدينا 5 دقائق، في غضون 10 دقائق ستكون لدينا استراحة الشاي في الفندق التي ستبدأ في 5 دقائق، وسيكون هناك اجتماع أصلا بعد ذلك، ونعود إلى وأدعوكم إلى أن تسألوا إذا كانت لديكم أي أسئلة، ولكن فنحن الآن متاحون وأحرار من بعد الساعة 5، إذا كنتم تريدون السباحة فهناك مسبح أيضا. ماكسويل، فهناك مطعم اسمه ماكسويل أيضا إذا كنتم تريدون الذهاب إليه. للمهتمين فيمكنكم الذهاب إليه في الساعة 7، ومن السهل جدا أيضا إيجاد مطاعم أخرى. ثم بعدها سنكون متاحين وسيكون لدينا الوقت، فلدينا الجناح الخاص برجال الأعمال أيضا، لأن الجناح الاقتصادي لم يبقى، ولكننا سنقوم بإرسال رسائل عبر البريد حول كيفية التنقل، وأيضا كيفية الذهاب إلى المطارات، وكلها كل الأمور اللوجستية والتقنية الخاصة بالنقل. وأيضا إذا كانت لديكم أسئلة يمكنكم التواصل معنا أيضا حول هذه الأمور. وكان هذا بالنسبة للجانب اللوجستي، وبالنسبة للجانب الآخر أريد أن أشكر كثير من الناس الذين ساهموا في إنجاح هذا
هذا الحدث، ولا أريد أن أذكر الأسماء، ولكن أريد أن أشكر كل الذين شاركوا وسجلوا أسماءهم رغم عدم حضورهم إلى هذه المنتدى، هذه الندوة وهذا المؤتمر. وأريد أن أشكر المترجمين لأنهم كانوا يحاولون قيد لأنهم كانوا يحاولون ولأنه كانت لدينا مشاكل تقنية، وكان من الصعب جدا بالنسبة لهم ترجمة كل شيء، ولكننا جدا سعداء. لأشكر ناصر ويشكرني ويانا اللذين اهتم بالترجمة الفرنسية والإنجليزية والعربية. شكرا لكم جميعا. أريد أن أقول لكم، أحكي لكم قصة. فإن ويكيميديا المغرب لم تكن تأخذ بعين الاعتبار أنها أن لم تكن تفكر أو تظن بأنها تريد تنظيم ويكي إندابا، ولكن كنت أجلس ذات مرة ثم طرأت لي فكرة بأنه يجب علينا أن ننظم هذا الحدث في المغرب. لما لا ننظمه في المغرب؟ ثم فكرنا في وضع الخطة. وأيضا أريد أن أشكر الجميع وأشكركم جميعا، وأشكر الأستاذ الحسن وكل شركائنا الذين شاركوا معنا ودعمونا في والمدارس والجامعات والجامعات، خصوصا جامعة محمد السادس التي قدمت لنا الدعم، سواء الدعم المالي أو التوجيهي أيضا، وأيضا المتطلبات هذه الندوة. فشكرا لكم جميعا. وأيضا، وهذا أمر مهم جدا، أريد أن أشكر جميع المتطوعين الذين شاركوا في جميع نواحي هذا المجتمع في إنجاح هذا المؤتمر، وأتمنى لهم جميعا النجاح والتوفيق، وأود منهم أن يجيبوا على الاستبيان الذي سنرسله، وأود أن أشكر رضا الذي لا أراه ولكن أريد أن أشكره أيضا، وأيضا كل عبد الإله ومنير، تعالوا إلى هنا، يجب عليكم أن تأتوا إلى هنا، أرجوكم تعالوا. أريد أن أشكر كل الأشخاص وكل الأعضاء والأشخاص الذين كانوا في اللجنة وفي المجلس. جوفري يمكنك القدوم الآن، وزكريا إني أراك. ساعدوني إذا رأيتم أي أحد فاطلبوا منه أن يحضر إلى هنا. رشيد فإنه ماهر في الاختفاء. زينب هل أنتم هنا؟ ياسين إذا رأيتم أي إنهم خجولون. إذا لا يريد أي أحد منكم أن تكونوا في الصور ضمن الصورة، فإننا نخطط لأن نلتقط صورة جماعية. أين هو رشيد؟ إني لا أراه. يجب أن يحضر لأني لا أريد أن ألتقط الصورة بدونهم. أيزاك، ثم بعد ذلك سنأخذ صورة جماعية لكل من يريد الحضور إلى هنا. مرة أخرى أريد أن أشكر الجميع، وأتمنى أن نراكم في ويكندابا في العام القادم الذي سيتم تنظيمه. مؤتمر ويكندابا التالي سيكون في يوهانسبورغ. سنقوم بإعلان التواريخ كيب تاون. غالية جدا. سنقوم بإرسال جميع بإعلامكم بجميع التفاصيل حول المؤتمر ويكندابا في يوهانسبورغ.